بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 82. عليه وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر من القتل، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قوله تعالى يسألونك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من جملة الأسئلة التي سئل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فأجاب الله عنها. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. سبب نزول هذه الآية، سبب السؤال، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية بقيادة عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وأمرهم أن يتوجهوا إلى بطن نخلة بين مكة والطائف يتحسسوا أخبار المشركين. فسار عبد الله بن جحش ومن معه من الصحابة من المدينة إلى هذا الموضع بين مكة والطائف، ونزلوا فيه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هم كذلك إذا بقافلة لقريش، قافلة لأهل مكة قادمة من الطائف، معهم بضائع، معهم زبيب من زبيب الطائف، فقدر أن واحدا من المسلمين رمى بسهم فأصاب واحدا من المشركين فقتله، أصاب واحدا من رجال هذه القافلة فقتله، يقال له ابن الحضرمي. وكان هذا في شهر، كان هذا في شهر رجب، في أول شهر رجب، وشهر رجب شهر حرام، لأن الأشهر الحرم التي حرم الله القتال فيها أربعة: ثلاثة سرد وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد وهو شهر رجب. حرم الله القتال في هذه الأشهر الأربعة كما قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. حرم الله القتال في هذه الأشهر، وكان المشركون في الجاهلية يمتنعون من القتال فيها، وذلك لأجل تأمين الحجاج والمعتمرين، لأجل أن يأمن الحجاج فيأتون إلى الحج ويرجعون في أمان، وكذلك العمرة يأتون في شهر رجب ويعتمرون ويرجعون لا يعترض لهم أحد. فكان الشهر، فكان القتال في هذه الأشهر محرما في الجاهلية وعند المسلمين، ولكن الصحابة في هذه السرية ظنوا أن شهر رجب لم يدخل وأنهم في آخر جماد الآخرة، ظنوا أنهم في آخر جماد الآخرة وأن الشهر لم يدخل شهر رجب، بينما
هو قد دخل، فحصل قتل هذا الرجل من المشركين في أول يوم من رجب في شهر حرام، فاتخذ المشركون هذا الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء الصحابة، اتخذوه وسيلة للنيل من المسلمين، وأنهم استحلوا الشهر الحرام وقتلوا فيه، فاشتد ذلك على المسلمين، هذا الخطأ اشتد على المسلمين وفرح به المشركون، وصاروا يتندرون به ويقولون إن المسلمين استحلوا الشهر الحرام فقاتلوا فيه، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية: يسألونك عن الشهر الحرام، أي شهر رجب، قتال فيه، قتال بدل عن الشهر، وبدل المجرور مجرور، أي يسألونك عن القتال في الشهر الحرام ما حكمه؟ أجاب الله بقوله: قل قتال فيه كبير، كبير يعني محرم. الذي حصل من المسلمين فعل محرم، لكنهم لم يتعمدوا هذا. قل قتال فيه كبير، أي شديد الإثم، وهذا من الاعتراف بالخطأ. الاعتراف بالخطأ فضيلة، أن الإنسان إذا أخطأ يعترف بخطأه ويتوب إلى الله عز وجل، والإنسان ليس معصوما لمن عصمه الله سبحانه وتعالى. قل قتال فيه كبير. ثم إنه سبحانه بين أن عند المشركين من المعايب ما هو أكثر من وأعظم مما وقع من المسلمين في هذا الخطأ، فكيف تعيرون المسلمين بخطأ واحد لم يتعمدوه، وأنتم عندكم عيوب كثيرة تتعمدونها؟ فهم بمثابة الذي يرى القذات في عين غيره وينسى الجذع الذي في عينه، وهذا شأن أصحاب الهوى دائما وأبدا، أنهم يتلمسون العثرات على الطيبين. شأن أصحاب الهوى دائما أنهم يتلمسون العثرات على الطيبين وينسون العورات التي عندهم، لأنهم أصحاب هوى. قال تعالى: وصد عن سبيل الله، هذا أول المعائب التي عند المشركين، أنهم يصدون الناس عن الدخول في الإسلام، وهذا أكبر العيوب، أنهم يمنعون الناس من الدخول في الإسلام في دين الله عز وجل، يؤذون الناس ويضايقونهم من أجل أن لا يدخلوا في دين الله ولا يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واحد، صد عن سبيل الله، وكفر به، كفر به أي بالله عز وجل. ثم عندكم الكفر، والمسلمون عندهم التوحيد والإيمان، لكن أخطأوا في هذا الخطأ. فما نسبة خطأ واحد دون الكفر ودون الشرك؟ ما نسبته إلى الكفر؟ لا شك أن الكفر أشد الذنوب وأكبر الذنوب. كفر به، قيل الضمير يرجع إلى الله، كفر بالله، وقيل يرجع إلى الشهر الحرام، الشهر الحرام، فأنتم كفار، يقع منكم الكفر في الشهر الحرام الذي هو أكبر الذنوب، فكيف تعيبون على المسلمين ذنبا دون الشرك ودون الكفر؟ كفر به. والمسجد الحرام معطوف على المجرور، والمسجد الحرام الذي هو الكعبة المشرفة وما حولها، وإخراج أهله منه. أنتم أخرجتم المسلمين من مكة ومن الحرم واضطررتموهم إلى الهجرة إلى المدينة، مع أن المسجد الحرام خاص بالمؤمنين، لهم
هم أهل المسجد الحرام، وأما الكفار فليسوا أهلا للمسجد الحرام. قال تعالى: وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون، وهم يصدون عن المسجد الحرام، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. فالمسجد الحرام يتولاه المؤمنون وهم أهله، أما الكفار فليسوا أهلا للمسجد الحرام وليسوا أولياء للمسجد الحرام، بل لا يجوز أن يمكنوا من القرب منه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هم بالعكس أخرجوا أهله منه وبقوا هم فيه وهم ليسوا أهلا له، أليس هذا جريمة كبيرة؟ هذه أشد من القتل الذي حصل في شهر رجب، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، أكبر عند الله مما حصل من المسلمين من الخطأ من القتل في شهر رجب. فكيف تعيبون على المسلمين خطأ واحدا وعندكم أخطاء عظيمة كبيرة شديدة فيها كفر بالله وفيها اعتداء على عباد الله وفيها صد عن سبيل الله؟ كل هذه الجرائم عندكم أيها المشركون. ولما وقع من بعض المسلمين خطأ غير متعمد فرحتم به وصرتم تعيرون المسلمين به. ثم قال جل وعلا: والفتنة أشد من القتل. فتنة وهي صد الناس عن الدخول في الإسلام أو محاولة إخراج المسلمين من دينهم بالردة عن دين الله، لأن المشركين يحاولون أن المسلمين يتركون دينهم ويرتدون عنه، هذا فتنة، اختبار، يختبرون المؤمن ويشددون عليه الاختبار والفتنة والمضايقة لأجل أن يرجع عن دينه. وهذا أكبر من القتل الذي حصل من المسلمين في شهر رجب. فتنتكم لعباد الله وإيذاء عباد الله ومضايقتهم ومحاولة إخراجهم عن دينهم ومحاولة منعهم من الدخول في الإسلام، هذا أكبر من القتل الذي اتخذتموه وسيلة للنيل من المسلمين. فالله جل وعلا رد عليهم بهذا الرد المفحم الذي أسكتهم: كيف تنكرون على المسلمين ذنبا واحدا وقع من بعضهم وأنتم عندكم ذنوب كبائر أكبر من القتل الذي تعيرون به المسلمين؟ فهذا فيه الرد، هذا فيه الرد على الكفار وعلى المنافقين وعلى أهل الشبه. يجب على المسلمين أن يردوا عليهم لئلا تروج شبهاتهم، لئلا تروج شبهاتهم على ضعاف الإيمان وعلى الجهال يظنونها حقا. وهذا عام في كل زمان، أنه يجب على علماء المسلمين أن يتصدوا للرد على شبهات المغرضين من الكفار والمنافقين وأهل الضلال، وأن يعروا خطاياهم حتى يفتضحوا وحتى يسكتوا عن النيل من المسلمين. كما قال سبحانه: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه
وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. لما إن النصارى تكلموا في المسلمين واستهزأوا بالأذان، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا، رد الله عليهم بهذا الرد المفحم، قل هل أنبئكم بشر من ذلكم مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وهم النصارى، وغضب عليه وهم اليهود، وجعل منهم القردة والخنازير، لأن مسخهم الله قردة وخنازير كما حصل لأصحاب السبت، وعبد الطاغوت عبدت الأصنام، أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. وعندهم أيضا النفاق، وإذا جاءوكم قالوا آمنا، قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قلوبهم كافرة، دخلوا بالكفر وخرجوا به ولكن ألسنتهم فقط. فهذا رد على من ينال من المسلمين بذكر ما عند هذا المعترض من المعايب والشرور حتى يفحم ويرتد، كما في هذه الآية: والفتنة أكبر من القتل. ثم قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم، لا يزال الكفار يقاتلون المسلمين. هم عيروا المسلمين بأنهم قتلوا كافرا في الشهر الحرام، وهم لا يزالون يقاتلون المسلمين ليردوهم عن دينهم، فكيف يعيرون المسلمين بقتل شخص واحد في شهر الحرام وهم دائما يقاتلون المسلمين، يقاتلونهم لأجل صدهم عن الإسلام وردهم عن الإسلام. ولا يزالون أي الكفار يقاتلونكم أيها المسلمون حتى يردوكم عن دينكم. ما هم قصدهم من قتال المسلمين أخذ الأموال أو الاستيلاء على الأراضي أو على الموارد كما يقولون أو على البترول أو على، لا، قصدهم من قتال المسلمين صرف المسلمين عن دينهم وإخراجهم إلى الكفر، هذا مقصود الكفار. ليس المقصود أنهم يريدون طمعا دنيويا، وإنما يريدون سلخ المسلمين عن دينهم، وهذا في كل زمان ومكان، والواقع الآن أكبر شاهد على ذلك. فالمشركون الآن والكفار يقاتلون المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لأجل أن يحولوهم من الإسلام إلى الكفر، إلى اليهودية، إلى النصرانية، إلى الوثنية، هذا شأنهم الآن مستمر. لا يزالون، هذا إخبار من الله جل وعلا أن الكفار منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة وهم يقاتلون المسلمين، ولكن قد يكفون عن القتال في بعض الأحيان لغرض من أغراضهم، يكفون عن القتال في بعض الأحوال لا لأنهم يرحمون المسلمين، بل لغرض من أغراضهم هم، وإلا فإنهم دائما وأبدا شأنهم قتال المسلمين. والآن يقاتلون المسلمين بأفتك الأسلحة، قاتلون المسلمين بالأسلحة الكيماوية، يقاتلون المسلمين بالصواريخ المدمرة، بالقذائف المدمرة، ينسفون عليهم المباني، ينسفون عليهم الحصون، يبيدونهم عن آخرهم، كبير وصغير ومريض وطفل، ولا تأخذهم رحمة ولا عاطفة، لا يألون بالمسلمين إلا
ولا ذمة. يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. هذا شأن الكفار، فكيف نثق منهم وهم هذا شأنهم؟ الله جل وعلا بين لنا شأنهم معنا وما يبيتونه لنا، ثم نحن نثق منهم ونقول هؤلاء أصدقاء، هؤلاء نتقارب معهم كما ينادى به الآن التقارب بين الأديان، التقارب بين الحضارات. هذا طمس للإسلام، هذا طمس للإسلام ومساواة له بالكفر. يجعل الإسلام دينا من سائر الأديان مساويا لليهودية والنصرانية ونتقارب معهم يقولون. هذا ضلال مبين والعياذ بالله. الله بين لنا عداوة الكفار، فكيف نحن نتقارب معهم؟ نعم، لا مانع أننا نتعامل معهم بالمصالح، نتعامل معهم بالمصالح بالبيع والشراء، نهادنهم إذا كان المسلمون ضعفاء يهادنون الكفار يصالحونهم إلى أن يقوى المسلمون، هذا جائز. لكن أننا نتخذهم أصدقاء ونتخذهم بطانة ونثق منهم، هذا ضعف في البصيرة وانتكاس في الرأي. ولا يزالون يقاتلون لأي شيء حتى يردوكم عن دين، هذا هو قصدهم، قصدهم أن يصرفوكم عن دينكم الحق، كما قال سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع دينهم، حتى تتبع ملتهم. قال تعالى: وودوا لو تكفرون، قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. الله بين لنا عداوة الكفار للمسلمين، وبين لنا ما يبيتونه في قلوبهم لنا من العداوة، وإن أظهروا في ألسنتهم الصداقة والمحالفة فنحن نكون منهم على حذر ولا نثق منهم أبدا، وإن تعاملنا معهم وإن تعاهدنا معهم فنعتبرهم أعداء يتربصون بنا الدوائر، نأخذ حذرنا منهم دائما وأبدا. كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين. اللي عاديك في الدين هذا لا يمكن أنه يودك بقلبه وإن أظهر بلسانه، إلا عداوة من عاداك في الدين. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، يردوكم عن دينكم إلى أي شيء؟ إلى الكفر، لأن ما بعد الكفر، لأن ما بعد الإسلام إلا الكفر، وليس بعد الحق إلا الضلال. حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه بشرى من الله، بشر المسلمين أنهم لن يستطيعوا صرف المسلمين عن دينهم، يعني لا يصرفون المسلمين كلهم عن الدين، وقد يصرفون بعضهم أو كثيرا منهم، لكن أن يصرفوا المسلمين جميعا عن الدين لا، الله جل وعلا يأبى ذلك، إلا أن يبقى هذا الدين إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى، مهما حصل عليه من المحن والزلازل إلا أن هذا الدين سيبقى، وسيبقى عليه جماعة يتمسكون به، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهنا يقول: إن استطاعوا، فدل على أنهم لن يستطيعوا بإذن الله
أن يحولوا كل المسلمين عن دينهم وأن يقضى على الإسلام نهائيا، هذا مستحيل، لأن الله جل وعلا ناصر دينه، فلا أحد يريد هذا الدين بسوء إلا دمره الله عز وجل. يريدون أن يطفئوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. هذه سنة الله عز وجل التي لا تتبدل ولا تتغير، فالدين باق ومحفوظ بحفظ الله، ولكن الخطر علينا نحن، الخطر علينا نحن أن نرتد عن هذا الدين، أن نضل، وإذا تركنا هذا الدين يسر الله له من يقوم به، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالك. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الخطر علينا نحن وليس الخطر على الدين، الدين محفوظ بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولكن الخطر علينا أن نستبدل، أن نترك هذا الدين ويأخذه غيرنا فنهلك والعياذ بالله. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ثم بين سبحانه وتعالى حكم المرتد عن الدين، والمرتد عن الدين هو الذي يكفر بعد إسلامه، الردة هي الكفر بعد الإسلام، هذه هي الردة. والإنسان يكفر أسباب، يرتد بأسباب، منها الشرك، إذا أشرك بالله ارتد، إذا دعا غير الله، إذا استغاث بالأموات والقبور والأضرحة ارتد عن دين الله، هذا أعظم أنواع الردة. الشرك هو أعظم أنواع الردة، والكفر، الكفر هو أعظم أنواع الردة. فنواقض الإسلام كثيرة، الكفر، الشرك، السحر، الكهانة، الحكم بغير ما أنزل الله، ادعاء علم الغيب، نواقض الإسلام كثيرة. فليحذر الإنسان من أن يرتد عن دينه بارتكابه ناقضا من نواقض الإسلام، وإن كان يصلي ويصوم ويقول لا إله إلا الله ما ينفعه ذلك إذا كان مرتكبا لناقض من نواقض الإسلام، حتى يتوب إلى الله عز وجل. الصلاة لا تصح مع الردة، الصيام لا يصح، الزكاة لا تصح مع الردة. فالذي يعبد غير الله ويدعو غير الله وإن صلى وصام صيامه باطل، صلاته باطلة، لأنه يشترط في صحة العبادات التوحيد والإخلاص لله عز وجل. فليحذر الإنسان من نواقض الإسلام، تعلمها ويعرفها من أجل أن يتجنبها ولا يقع في شيء منها وهو لا يدري. ومن يرتد منكم عن دينه، يرجع، يرتد يعني يرجع عن دينه بارتكابه ناقضا من نواقض الإسلام، فيموت وهو كافر، يستمر على الردة حتى يموت. وهل أنت تدري متى تموت؟ ما تدري، ربما تموت في لحظتك وفي ساعتك، فعليك أن تتمسك بهذا الدين، وإذا حصل منك ردة فعليك بالتوبة والرجوع إلى الدين قبل أن تموت، لأن من مات وهو كافر فقد حبط عمله. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالأعمال بالخواتيم، ولهذا قال
فيمت وهو كافر إذا ختم له بالردة ومات على الردة، ولو كان أفنى عمره كله في الطاعات فإن هذه الطاعات تكون هباء منثورا تبطلها الردة، فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم، حبطت يعني بطلت أعمالهم ولو كانوا أفنوا أعمارهم بالأعمال الصالحة، إذا ارتدوا عن الإسلام بطلت، وإذا ماتوا على الردة فلا نجاة لهم. وقوله جل وعلا ومن يرتد منكم، هذا خطاب للمؤمنين، دل على أن الإنسان على خطر من الردة، يجب عليه أن يحذر ويخاف ويعرف النواقض، نواقض الإسلام، من أجل أن لا يقع في شيء منها. ومن يرتد منكم عن دينه، إذا ارتد عن دينه خرج من الإسلام، لكن إذا تاب ورجع إلى الله تاب الله عليه، وإن مات استمر على الردة ومات فإن أعماله تكون هباء منثورا، فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وأولئك أصحاب النار، أي الملازمين للنار كملازمة الصاحب لصاحبه، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لا مطمع لهم في الخروج منها ولا النجاة منها، مع الكفار الأصليين، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. فليحذر المسلم من الردة ونواقض الإسلام، وإذا قدر أنه وقع في شيء من الردة فعليه بالتوبة إلى الله والمبادرة، والله يتوب على من تاب. المرتد إذا ارتد عن دينه وثبتت عليه الردة بإقراره أو بشهادة الشهود عليه فإنه يستتاب، فإن تاب قبلت توبته، وإن لم يتب فإنه يقتل. قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه يقتل إذا لم يتوب إلى الله عز وجل، يقتل ويصادر ماله، يكون فيئا لبيت مال المسلمين، لا يرثه أقاربه لأنه ليس مسلما، لا يرثه أقاربه لا الكفار ولا المسلمون، وإنما يصادر ويكون لبيت المال لأنه مال ليس له مالك، والمال الذي ليس له مالك يكون لبيت مال المسلمين، ومال المرتد ليس له مالك يكون لبيت مال المسلمين. وإذا ارتد فإنه يفرق بينه وبين زوجته، إذا ارتد عن دين الإسلام يفرق بينه وبين زوجته، فإن تاب إلى الله وهي في العدة رجعت إليه، وإن تاب بعد ما خرجت من العدة فله أن يعقد عليها عقدا جديدا. هذا ما يعامل. وكذلك المرتد لا يدفن، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يدفن مع الكفار، هذا ما يعامل به المرتد في الدنيا. وأما في الآخرة فالله بين مآله ومصيره: من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ودلت الآية على أنه لو تاب قبل الموت أنه يعود إليه أعماله التي عملها ولا تبطل، أعماله التي عملها قبل الردة، الأعمال الصالحة التي عملها قبل الردة إذا تاب إلى الله رجع إليه ثوابها، لأن الله قال فيمت وهو كافر أولئك حبطت أعماله. فرتب حبوط الأعمال على شيئين: الشيء الأول الردة، الشيء الثاني الموت عليها. فإذا ارتد
وتاب إلى الله قبل الموت رجعت إليه أعماله الصالحة ويثاب عليها، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. لما حصلت هذه الواقعة اشتد الأمر على هؤلاء الصحابة أصحاب السرية، اشتد عليهم الأمر وعرفوا أنهم وقعوا في خطأ حيث قتلوا في الشهر الحرام، والناس صاروا يتكلمون فيهم، اشتد عليهم الأمر. وهكذا المؤمن إذا وقعت منه خطيئة فإنه يتضايق منها، هكذا المؤمن. أما المنافق ما يهمه، أما المؤمن إذا وقع في خطأ فإنه يتضايق، وهؤلاء الصحابة لما وقع منهم هذا الخطأ تضايقوا حتى فرج الله عنهم، وذلك في قوله إن الذين آمنوا وهاجروا، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، ففرج الله عنهم بهذه الآية الكريمة، وهي لهم ولغيرهم ممن وقع في خطيئة ثم ندم وتاب منها، فإن الله جل وعلا يتوب عليه. إن الذين آمنوا، الإيمان هو الأصل والأساس الذي تبنى عليه الأعمال، ولذلك بدأ الله به إن الذين آمنوا. والذين هاجروا، لأن الذين وقعت منهم هذه الخطيئة من المهاجرين، كلهم من المهاجرين في سبيل الله. إن الذين آمنوا والذين هاجروا، والهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، وهذا الذي حصل لأصحاب هذه السرية أنهم من المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة فرارا بدينهم. والهجرة لها ثواب عظيم، قرينة الجهاد. إن الذين آمنوا والذين هاجروا، الثالثة وجاهدوا في سبيل الله، جاهدوا الكفار في سبيل الله وقدموا أنفسهم للجهاد وصبروا على القتل والجراح. الهجرة فارقوا فيها الأموال والأولاد وذهبوا إلى المدينة ليس معهم شيء، فرارا بدينهم، ليس معهم إلا دينهم فقط، تركوا أموالهم وأولادهم وبيوتهم في مكة، تركوها لله عز وجل. هذا هو الإيمان، هذه الهجرة. الجهاد في سبيل الله أيضا عرضوا أنفسهم للقتل والجراح، وذلك إيمانا بالله عز وجل وطلبا لثوابه، فهذه فضيلة عظيمة الجهاد في سبيل الله. ثم قال أولئك يرجون رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله، فدل على أن الإنسان لا يغتر بأعماله ولو كانت جليلة ولا يعجب بها، وإنما يرجو رحمة الله ولا يقطع لنفسه، لا يقطع لنفسه بأنه صار ناجيا وصار من أهل الجنة ويقول أنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت، لا يقول هذا، يعتبر نفسه مقصرا ولا يدري هل تقبل منه أعماله أو لا. قال الله جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر ويخافون أن يعاقبوا بذنوبهم؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويجاهدون ويخافون أن ترد عليهم أعمالهم، أولئك يرجون رحمة الله. ما قطعوا لأنفسهم مع أعمال، آمنوا وهاجروا وجاهدوا ومع هذا ما يقطعون لأنفسهم بالمغفرة والرحمة، وإنما يرجون. دل على أن المسلم لا يعجب بأعماله، ولكن وأيضا لا يقنط من رحمة الله. فالمؤمن بين الخوف والرجاء، يخاف من عقاب الله ولا يقنط من رحمة الله عز وجل، أولئك يرجون رحمة الله. ودلت الآية على أن رجاء رحمة الله لا بد معه من عمل، أما الذي يرجو رحمة الله ولا يعمل هذا في الحقيقة يمني نفسه الأماني، كما قال صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه
وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فالذي يترك الطاعات ويرتكب المعاصي ومع هذا يقول أنا أرجو رحمة الله، الرحمة لها أسباب، أنت ما فعلت الأسباب، ما فعلت الأسباب. إذا كنت ترجو رحمة الله فافعل الأسباب لرحمة الله سبحانه وتعالى. أنت معرض نفسك لسخط الله، إلا أن تتوب إلى الله عز وجل وتعمل الأعمال الصالحة حينئذ ترجو رحمة الله. فالرجاء له أسباب يفعلها المسلم، أما أنه يرجو رحمة الله ولا يصلي ولا يصوم ولا ويرتكب المعاصي ويقول رحمة الله واسعة، نعم رحمة الله واسعة ولكن عقابه شديد. الله جل وعلا يقول وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب. فلا تنسى أنه شديد العقاب، إذا أملت رحمة الله فلا تنسى عقاب الله عز وجل. فلا بد أن تعمل في الطاعات وترجو رحمة الله وتجتنب المعاصي وتخاف من عقاب الله عز وجل. هذا موقف المسلم من دينه ودنياه، أنه دائما وأبدا على الاستقامة وعلى الطاعة، وإذا حصل منه خطأ أو زلة فلا يقنط من رحمة الله، عليه أن يتوب إلى الله. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أنيبوا يعني ارجعوا وتوبوا إلى الله عز وجل. والمسلم يكون بين الخوف والرجاء، خوفا لا يقنطه من رحمة الله، ورجاء لا يحمله على الأمن من مكر الله عز وجل. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالمؤمن يكون بين الخوف والرجاء ويعمل الأعمال الصالحة، وإذا أذنب تاب إلى الله عز وجل ورجع إليه وأصلح ما فسد من أعماله، والله تواب رحيم وقريب مجيب. هذا ما يكون عليه المسلم دائما وأبدا. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، مع هذه الأعمال الجليلة هم يرجون رحمة الله ولا يقطعون لأنفسهم بالرحمة، وإنما يرجون الله رجاء. هم عملوا الأسباب ولكن النتيجة عند الله سبحانه وتعالى. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع، آمين، والعمل الصالح، آمين، والاستقامة على الدين، آمين. أن يجعلنا وإياكم من الذين إذا أذنبوا استغفروا، آمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه، آمين، ويعلي كلمته، آمين، ويخذل أعداءه، إنه قريب مجيب. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أظهر الهدى ودين الحق الذي وعدت ظهوره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أصلح ولاة أمورنا، آمين، واهدهم سبل السلام، آمين. اللهم اجعلهم هداة مهتدين، آمين، غير ضالين ولا مضلين، آمين. اللهم ولي علينا خيارنا، آمين، واكفنا شر شرارنا، آمين. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، آمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح بطانتهم
وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. آمين. يا رب العالمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان. آمين. واكفهم شر أعدائهم يا رب العالمين. آمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. على الله توكلنا، على الله توكلنا، وبه اعتصمنا، هو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: ما حكم قتل الذباب بالصعق الكهربائي؟ الصعق الكهربائي عذاب، تعذيب بالنار، لا يجوز قتل الحشرات أو الطيور أو المؤذيات، ما يجوز قتلها بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. الصعق الكهربائي هذا إحراق، ألا يجوز؟ نعم. ما هي الأعمال الصالحة التي تنفع الميت بعد موته؟ الأعمال الصالحة التي تنفع الميت بعد موته: أولا، ما كان قدمه لنفسه من صدقة جارية، بأن يكون أوقف وقفا في سبل الخير وأعمال البر يصرف ويكون ثوابه له. ثانيا، الولد الصالح، الولد الصالح الذي يدعو له بعد موته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وكذلك دعاء المسلمين له ينفعه، دعاء المسلمين ينفعه، ولكن دعاء الولد الصالح أخص. وإلا دعاء المسلمين لأخيهم المسلم ينفع ولو لم يكونوا من أقاربه: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. دعاء المسلمين بعضهم لبعض ينفع أحياء وأموات. العلم النافع الذي علمه في حياته، علمه ونشره وألف فيه الكتب، هذا يجري أجره عليه، من الأعمال التي يجري ثوابها على الميت بعد موته. هذه الثلاث. وكذلك الحج عن الميت، العمرة عن الميت، كما جاءت به الأدلة أنه ينفع، الحج ينفع الميت والعمرة تنفع الميت كما جاءت الأدلة بذلك. فهذه الأمور يجري ثوابها على الميت بعد موته. نعم. امرأة مات عنها زوجها وطلب منها صاحب البيت أن تسلم الشقة، وهي لا زالت في العدة وترغب أن تنتقل إلى بيت أهلها في نفس المدينة، هل يجوز لها ذلك؟ نعم، إذا كان صاحب البيت مؤجر، وصاحب البيت الإجارة تمت المدة، ويريد صاحب البيت أنها تخلي البيت، إنها تخليه لأنها معذورة، تنتقل إلى بيت أولادها أو بيت أخيها أو أهلها أو بيت آخر تستأجره أو يسمح لها بسكنة. نعم، يجوز لها التحول في هذه الحالة للعذر. نعم. يقول السائل: لي صديق يقول إنه قد تزوج بجنية مسلمة بمهر أعطاه لوليها، وقد أنجب منها أطفالا، ويدعي أنه إبراهيم. السؤال: هل يمكن أن يتزوج المسلم بجنية مسلمة؟ وما حكم هذا الاعتقاد؟ وهل يجوز مصاحبة هذا الشخص؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم ولا ندري عنها، الله أعلم. الجن من عالم الغيب، الجن من عالم الغيب الذين لا نراهم ولكنهم موجودون، وقد يتعاملون مع الإنس، لكن ما نجزم بهذا النكاح، هذا محل نظر وخلاف بين أهل العلم،
الحمد لله الإنسيات كثيرات، يزوج من بني آدم وهن كثيرات والحمد لله. نعم. ما صحة حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له؟ نعم، الصلاة كما قال الله جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالذي يصلي ولا ينتهي عن الفحشاء والمنكر يدل على أن صلاته فيها خلل ونقص، فيها خلل ونقص، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويصلي الصلاة التي وصفها الله لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. هل يجوز عمل عملية جراحية لإعادة غشاء البكارة للفتاة التي فقدت غشاء البكارة؟ هذا ما أدري عنه، مسألة أنها تعاد لها البكارة إذا لم يكن في هذا غش وتدليس، إذا لم يكن فيه غش وتدليس، هي متزوجة مع زوج، فهذا ما نرى أنه ممنوع، لكن إذا لم تكن متزوجة تعيد البكارة من أجل أن تغش الخاطبين على أنها بكر وهي ليست كذلك، هذا لا يجوز، الغش لا يجوز والتدليس لا يجوز. نعم. إلا أن تبين، تقول أنه حصل كذا وإني أجريت عملية، إذا بينت لا بأس. نعم. يقول في مسألة الذبح: هل هناك فرق بين الرجل والمرأة؟ وهل إذا ذبحت المرأة تؤكل هذه الذبيحة؟ نعم، الذكاة تجوز من الرجل والمرأة المسلمة أو اليهودية والنصرانية، كما أنها تجوز من المسلم ومن اليهودي ومن النصراني، يجوز الذبح من الذكور والإناث من المسلمين من اليهود ومن النصارى إذا كان على الطريقة الشرعية، وقد وقع هذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كانت امرأة ترعى غنما فعدى الذئب على واحدة منها فافترسها فأخذت حصاة حادة فذكتها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤكل هذه الشاة، والعموم عموم إلا ما ذكيتم، يعم ما ذكاه الرجال والنساء من المسلمين. نعم. يقول: لبست الإحرام من الميقات وفي الطريق إلى الحرم، وضعت الإحرام على كتفي لغرض أن أشد الإزار وذلك لدقائق، هل علي شيء؟ على الكتف لا بأس، أو على رأسه قصدك؟ ذكر على الكتف في السؤال. على الكتف لا بأس، هو الأصل أنه يضع الإزار على كتفه، إلا عند الطواف فإنه يبدي الكتف الأيمن يضطبع، أما إذا أحرم من الميقات فيضع الإزار على يضع الرداء على كتفيه. أعيد السؤال. يقول: لبست الإحرام من الميقات. نعم. وفي الطريق إلى الحرم وضعت الإحرام على كتفي لغرض أن أشد الإزار لدقائق، فهل في ذلك شيء؟ حتى ولو كان لغير غرض شد الإزار، هذا هو الأصل، تجعل الرداء على الكتفين إلا عند الطواف للعمرة، عند الطواف للعمرة تضطبع. نعم. يقول: داخلني الشك في الطواف على أننا في الشوط الثالث أو الرابع، ومعي طفل في العاشرة يصر على أننا في الشوط الرابع، وبعد الطواف أكملنا السعي، إلا أنه في نفسي شيء بالنسبة للطواف، فعدت إلى الكعبة وأتيت بشوط لإزالة الشك، فما حكم فعلي؟ إذا غلب على ظنك الكمال، كمال الطواف، تبني على غلبة ظنك، أما إذا تساوى عندك الأمران وانت تطوف ووقت الطواف شككت وتساوى عندك الأمران لم يترجح أحد الطرفين، فإنك تبني على اليقين، تبني على اليقين، فإذا شككت هل طفت أربعة أو خمسة تجعلها أربعة، تأتي بالخامس وما بعده، أما إذا انتهيت من الطواف وخرجت وحصل عندك شك بعد ما خرجت فلا تلتفت إليه، لأن الشك بعد العبادة لا يؤثر عليها. نعم. هل يكتب لي فضل أجر حج وعمرة تام إذا قمت إذا عملت أذكار الصلاة وأذكار الصباح وأنا أطوف حول الكعبة؟ حديث وارد في الذي يبقى في مصلى، الحديث وارد في الذي يبقى في مصلى بعد صلاة الفجر يذكر الله